ولكن الانعدام الفعالي على مستوى الخط الامامي، يعني شفنا ان المنتخب الوطني غير التبديلات في الجوله في هذه المباراه هذه باش دخل وعاود في الجوله الثانيه مجموعه من التغييرات، ولكن رغم ذلك كانت غياب الفعاليه مع النقص، واش النقص ديال اللياقه البدنيه ربما تغيب الفعاليه، ولا الطقس تغيب ايضا الفعاليه وما تيخليش بنادم يركز، ولا شي شيء اخر. الشيء الثاني اللي بغيت توضح لنا هو خرج زياش، والزياش صاب وبالتالي يمكن انه يغيب يمكن على المباراه القادمه، لانه شفنا انه كان تيجر رجلو وخرج بفعل هذه الاشياء. شكرا لك سيدي. متفق معكم بالنسبه للنجاح الهجوميه اليوم، كانت مباراه اللي قدروا نريحوا نفسنا فيها ما استطعناش، ولكن ما يخفاش عليكم بين السي وليد الركراكي والستار ديالو فهو ما تيخدمش غير على كاس افريقيا اللي حنا فيها اليوم، تاع على المستقبل، فالعدد ديال اللاعبين اللي متواجدين شباب يعني ناقصهم هذا انهم يلعبوا بطولات من هذا الحجم في هذا الجو، فلهذا تنظن بانه هذه الناحيه هذه هذا العمل اللي تتلقاو الفرص متواجده خاصنا نسجلوا اهداف، فهذا هو المشكل الحقيقي. خاص اللاعبين ديالنا بعد ما قاموا بمجهود كبير، لانه كاين مكتسب كبير بالنسبه لنا انه ما تسجلش علينا هدف، وهذا هو اللي تشتغلوا عليه، تشتغلوا انه على الاقل نسجلوا اهداف، ولكن الاهم انه ما يتسجلش علينا هدف. فتنشكر هاد اللاعبين على المجهود اللي قاموا به، كيفاش سيروا المباراه. تنظن الحسابات الجايه في المباراه الجايه تتختلف اختلاف كبير على المباراه ديال المجموعات، فلهذا تنظن يلزمنا تركيز اكثر باش يمكننا نحققوا نتائج، لانه الفرقه كبيره تيمكن لها تحكم 1-0 والماتش كامل وانت تتعدى حتى لاخر دقيقه ويضربوا الثاني وتتولي المباراه بحال راس العلا، ولا يمكن جوج ثلاثه وتنقول. دونك الحقيقه هي هذه، اننا اليوم ما كناش حاسمين من الناحيه ديال تسجيل الاهداف باش نريحوا الفريق، ولكن احنا تنتعلموا للاسف، احنا تنتعلموا صراحه في بطوله مثل هذه. نتمنى من الله ان الوليدات ديالنا ان شاء الله يكونوا في المباراه الجايه تكون نجاح الهجوميه متواجده. بالنسبة للجياش تنظن انه خرج كانت عنده اصابة، نتمنى من الله ما تكونش اصابة كبيرة. فالجياش قام بشوط كبير وتتعرف ملي تكون النتيجة 1-0 وحنايا متأهلين، تنظن حتى هي تقدر تسهل المأمورية ديال ماشي يمكن يخرج لاعب مثل جياش من البلاد، نتمنى انه ما تكونش حاجة كبيرة. مساء الخير رشيد، حسن الحريري مدير بلاش تي في. برافو عليك، رانا بنا بجوج فقرت في العائله. الحمد لله. برافو عليك. الشيء الجميل باش بديتي به بديتي بالعائله. انت ولد ولد الشعب، انسان بسيط، انسان اللي باقي تيتعلم عاد دابا قلتيها. الماتش ديال اليوم فيه جوج الابعاد او ثلاث ابعاد او اكثر. البعد الرياضي ربحنا، كانوا دي فخايور خفنا في دوزيام ميتون. البعد اللي تنعتبرونا اخلاقي لما تسجل الهدف كيفاش مشيتو جميع عند وليد هديتو ليه هذا الفوز، هذا تيبين بانكم عائله شعبيه متماسكه. واش ما عطيتوش واحد الفكره لهاد اللاعبين بان هناك ابطال في اثيوبيا؟ واش ما خليتولهمش في الفيستيار او في الغرف ديالهم الصوره ديال احمد فراس هاز ديك الكاس الوحيده؟ واش عندهم هذا اليقين؟ واش هناك دور ديال وليد وانت ايضا اللي كنتي معجب بهاد الابطال ديال اثيوبيا؟ شكرا. ما يخفاش عليك اخي حسن بانه قبل ما نجيو لهاد البطوله الافريقيه فاحنا دخلنا للمتحف ديالنا اللي هو موجود، ورينا بتصاور ديال كاع اللاعبين اللي مارسوا كرة القدم في المغرب عبر التاريخ، فكان سي بوجي القجع مصر اننا حنا نشوفو، وهداك الشيء اللي وقع ولاعبين كانت عندهم تساؤلات وجاوب معاهم، وتنظن اخواننا راه مراد كان معنا، احمد كان معنا، دونك عارفين اننا من هذه الناحيه قايمين بالواجب ديالنا. وتنظن هذه مناسبه باش نترحموا على الناس اللي توفات ونشكروهم على العمل اللي قاموا به، وتنظن وصلت الوقيته ديال هذا الجيل هذا اللي كان في كاس العالم انه ما يمكنش انك تكون توصل رابع كاس العالم وتنافس على كاس افريقيا، فتنظن العالم تيقوم بسي وليد كبير، وتنظن رجل من الرجالات اللي تيحماق على بلادو وباغي تا هو ياخذ هاد التروفي، فما تصورش انه كيفاش المعلومه الصغيره اللي تقدر تقولها ما تتوصلش راه تتوصل لهاد اللاعبين، وهما كذلك بداو يحسوا بانهم
من صباح لقيتها، لانه التاريخ تيعرفوه دابا حيت الساعه تنعرفو الجيل القديم هو اللي خدا كاس افريقيا، وتنعرفو الجيل اللي لعب فينا، ولكن الجيل اللي لعب فينا ماشي هو الجيل اللي خدا كاس افريقيا. فتنظن كان خدمو باش نجيبو ان شاء الله. السلام عليكم سي رشيد، تحيه لك، مبروك علينا الفوز المستحق. سي رشيد، حنا كنعرفوا الخصم المقبل ديالنا جنوب افريقيا اللي ديجا خسرنا معاها، منتخب اللي صعيب، لكن كلنا ثقه في المنتخب الوطني ومن بعد ثقه ان شاء الله نشوفوا هذا الكراكي يعود للبون دو توش. سي رشيد بن محمود، اش ممكن تقول على المباراة المقبلة اللي هي فاصلة؟ حنا كنعرفوا التاريخ ديالنا في كأس أمم إفريقيا والحظ اللي ديما كيخوننا. شكرا. وتنظن أن المباراة الجاية ماشي مثل المباريات اللي عشناها في الثلاث مباريات، فهي مباراة فاصلة وحسابات أخرى، وتنظن بأنه الفريق جنوب إفريقيا فاز علينا في آخر مباراة لعبنا معاه، فتنظن بأنه كنا ما كناش في المستوى. اليوم الحمد لله عندنا لاعبين مجهزين، راك تعرفوا بان في ذاك المباراه عدد كبير من اللاعبين ما كانش متواجد، يعني يمكن نقول لك الستيره ديالنا ما كان فيه حتى واحد، خليها الاطراف وخليه دونك هذه الحسابات، هذه حسابات اخرى ان شاء الله غنجهزوا بها. وكما قلنا فاحنا ما عندناش اعذار، فاحنا متواجدين هنا باش ننافسوا على البطوله ان شاء الله. بالعافيه. وي سمع سي رشيد يوسف شنيور دو دوزام، كتب لي كاين حسابات اخرى مباراه فاصله ماشي هادشي ديال تي بي تو غاترافي في الجروب، كيفاش غادي تجيريوها؟ واش دري عارفين بلي كما قال اسامه قد الله وتهبط الريتم، مباراه فاصله تقدر تمشي لضربات الجزاء؟ شكرا. هذه هي الحقيقه، باش ما نكذبوش على راسنا، والتجارب ديال المنتخبات اللي خدات كاس افريقيا بزاف المرات، تنعتقد راكم عارفين بانه تذكرنا هذه المساله ديال تبقيت وبقيتي خص الكره تبقى عندك، خصها تبقى عندك، وبقيتي خصك تعطيها للخصم وتعطيها له وتحترمه وتدافع، دوك هاد الاشياء كلها هنايا هضر بلا حسابات ديالها. تنتمنى من الله ان التوفيق ويكون عندنا الشيء اللي هو ما كانش عندنا اليوم صراحه، هي النجاعه الهجوميه اللي خصنا نسجلوا اهداف ونقتلوا المباراه باش ما كان، دوك هذا هو يعني تقريبا قريب الاسلوب اللي ان شاء الله نجم. مدام ماليزي. السلام عليكم كوتش امين ابو الدل التركي. ميرسي كوتش، كنعرفوا العلاقه القويه اللي كتجمعك بين جميع اللاعبين وايضا بين حكيم زياش، اليوم كيفاش شفتي حكيم زياش العميد؟ بالنسبه للسؤال الثاني، واش البارح ما كنتوش عرفتوا يعني تاهل المنتخب المصري؟ واش ما كانش حديث حول الموضوع؟ لان عرفنا ان الهدف ديال المنتخب المغربي من جهه انه ينهي في الصداره، ولكن واش ما كانش واحد التخوف، ما كانش واحد الحديث حول اننا نقدروا نتلاقاو مع مصر نهار الحد؟ شكرا. شوف نجاوبك بطريقه اخرى، ماشي يمكن لك تكون بطل، التفكير هذا ما يمكنلكش يكون عندك في الدماغ ديالك، بطل خاصك تنافس كاع الفرق وكاع المستويات، دونك ماشي يمكن لك تعرف هذا كاس افريقيا، هذا هو العمل اللي خاصك تقوم به، خصنا نروحو ربحنا الماتش ودرنا هذه الحسابات ما تنعرفوش شنو غيوقع، دونك حنا بالنسبه لنا جايين بشخصيه ديال المنتخب المغربي اللي قادر ينافس على هذه البطوله هذه. وتنظن بانه بالنسبه لحكيم زياش فهو صراحة الله سواء كخد شارة ديال العبادة ولا ما كانش عنده، ماشي هو حكيم زياش اللي كان شحال هادي 10 في نفس الشيء، يعني اللاعبين كلهم تغيروا وكلهم تتشوفهم تيهضروا في الملعب، وخير دليل على هادشي تنقول يوم وقع الاشكال بينا في الملعب مع الامس ولا المباراة اللي طافت، فانتوما شفتوا منتخب اخر يمكن نكونوا ما كناش في التيران بالطريقه، ولكن التغييرات العقليه ولات المغربي ولا اللاعبين ولاو عائله ولاو قادرين يدافعوا، يعني ولو انه حنا ما نبغيوش تكون احداث من، ولكن حنا كمغاربه حسينا الاحساس لانه هنا كاينين الناس اللي تيعرفوا بنا في وقت من الاوقات، كل واحد تيفكر في راسه. اليوم لا، كل اللاعبين كانوا تيدافعوا على المدرب ديالهم، وتنظن هذا هو الشيء الايجابي اللي غيعطينا دفعه كبيره ان شاء الله باش نحققوا هذه البطولات.